طينا لا بات سابلي نقدروا نستعملوا طبعا في لي فون دي طارت نقدروا نستعملوا لا بات سابلي لا بات سوكري لا بات فيتي عندنا عده انواع من العجائن نقدروا نستعملوها ايضا نقدروا نستعملوا لا بات بريزي ولا بات فيتي بريزي اللي كنتو شفتوها معايا من قبيل نشوفوا المكونات نتاع لا بات فيتي عندي سوكر غلاس فانيليا عندي فارينا وايضا عندي زبده وباش نحضروا الكريمه اللي هي كريمه الليمون عندي اول شيء طبعا راح نديروا البيض عندي 9 بيضات عندي 6 كاملين وثلاثه صفار والبيض راح نديروا به لا مورينغ عندي سكر لا مورينغ سكر للكريمه وايضا عندي زبده راح نديروها في الاخير ودائما حتى نتحصلوا على نتيجه جيده ويعني حلوه مليحه راح نحطوا دائما الزبده والمواد اللي تكون جيده عندي لو زيس دو سيترون طبعا ما كنت ما ذكرتوش في المقادير عندنا ناخذ اول شيء راح نديروا العجينه ونخليها ترتاح وبعدها راح نشوفوا الطريقه اللي راح نديروا بها الكريمه اول شيء نحطوا الفارينة فيه طريقتين لتحضير لاباد سابلي عندي طريقة اللي نحطو أول شيء نحطو الفارينة ونحطو عليها سكر غلاس نص كمية الفارينة نحطها سكر نحطو غرفة ولا تنين فانيليا واحدة ولا تنين هنا فانيليا نحطو زبدة هكذا قطع وتكون دايبة ونخلط طبعا باليد ونستعمل بيضة واحدة للعجينة هنا نصابليو العجينة نشوفوا الطريقة اللي راح نصابليو بها وفيه طريقة قلت طريقة مختلفة اللي في كثير من السيدات ما عندهمش ميزان نقدروا نديروا السكر نحطوه مع البيض والفارينة يعني ما نشح نوزنوها لانه الا شرينا زبده راح تكون موزونه في العلبه نتاعها نحطوا الفرينه مباشره يعني بلا ما نشوفوا هكذا يعني لازم يكون عندي نستعمل زوج يدين هكذا يكون عندي خليط كرملي يعني لا بات سابلي هي العجينه الرمليه هكذا حتى تكون رمليه تكون هكذا يعني تشبه في الرمل هكذا ناخذ بيضه واحده وفيه في بعض الكيفيات يحطوا صفار البيض فقط لكن انا هذه الكيفيه نفضل نحط البيضه كامله حتى تنجمع لي العجينه ونقدر نحط صفار اذا كانت يعني ما نجمعتليش العجينه لكن انا في هذه الكيفيه تكفيني بيضه واحده راح تجمع لي هذه الكميه لانه البيضه هنا كبيره ونقول لكم انه في كثير من المرات يعني يختلف يعني تختلف يعني تختلف لنا هذيك العجينه يعني اللي استعملناها يعني نلقاو اننا العجينه يعني ما خرجتليش كما المره اللي فاتت هذا راجع نقول للسيدات راجع للبيض في كثير من المرات يعني يكون البيضه اللي تكون كبيره وفيه مرات تكون عندي بيضه صغيره فكي تكون عندكم بيضه صغيره دائما عاودوا ديروا صفار يعني ما تستعملوش البياض لانه البياض في هاد الحلويات يعني درنا منه بزاف راح يبس لي الحلوه نشوفوا هنا هذه هي عجينه السابلي اللي كنا استعملناها درناها عفوا ناخذ هذه العجينه نجمعها مليح ونحطها داخل الثلاجة حتى نقدر نستعملها بكل سهولة ناخذ ورق الفيلم او نقدر ما نستعملوش لانه هاد العجينة ما تسحقش ورق الفيلم لانها ما يشرح تدير لي لاكخوت لانها فيها كمية كبيرة من الزبدة نحطها داخل الثلاجة ونخليها حتى تسهل لي العمل نروح نشوف الخطوة اللي بعدها هي كريمة الليمون كريمة الليمون هي طريقة سهلة الحين ناخذ في كثير من السيدة يسألوني عليها ناخذ هكذا يعني انا نحب نستعمل يعني دائما نحب نطبخ بطريقه علميه حتى نتفاداو الاكسده لانه يعني الليمون مع الاواني الحديديه راح تكون فيه اكسده نحطوا البيض اثنين ثلاثة أربعة
ست بيضات. دوكا ناخذوا البياض فقط، نحطوا البياض هكذا، نفصل البياض على الصفار، وهاد البياض اللي راح نستعملو في لامورينغ اللي راح نديروها فوق لا تارت او سيترون. نشوفو هنا، نحطو سكر، عندي 250 غرام سكر في هاد الكمية، نخلط. فقط نقول لكم انه ما نخلطش كثير حتى دي رغوي، فقط هكذا حتى يبقى لي البيض متماسك، حتى من بعد كي نديروه يعني ما يتقطعليش، باش يعطيني كثافه لهاد الكريمه. نحطوا القارص هكذا بالعقل بالعقل، نحط فانيليا مغرفة أو اثنين، ناخذ مبشور ليمون هكذا حتى يعطيني ذوق، نحطها على حمام مائي ونخلي حتى يتكثف لي هذا البيض. نخلطه بمغرفة تكون من خشب أو هكذا تكون سباتول حتى نتفادوا الأكسدة دائما، ونبقى يعني مرة مرة نخلط، يعني ما نخلطش كل وقت، يعني من داك وين نخلط، ما نخلطوش يعني بزاف حتى يعطيني كثافة كما قلت. ناخذ بياض البيض، ناخذ السكر وبياض البيض، نحطهم هكذا. هنا عندي ثلاث بيضات، راح نعطيكم فكره للسيدات اللي ما عندهمش ميزان في البيت، لكن المغرفه تكون كبر من هذه شويه. هنا راح نديروا الكل بيضه، نحطوا زوج مغارف سكر. هذه المغرفه صغيره، انا راح ندير الكل بيضه ثلاثه لانه هذه المغرفه صغيره. هنا عندي ثلاث بيضات، راح نحطوا ست مغارف. نحطوا فانيليا، هاد الفانيليا يعني ماهيش قطعة، نحطو زوج مغارف، ناخد باتور ونخلط حتى يتكثف لي الخليط. دائما انا قلت اعطيت لكم نقطه مهمه، لانه انا هنا رايحه نستعملها مباشره. اذا كنتوا رايحين ديروها في الفرن، رايحين تحطوها ما تحطوهاش على حمام مائي، انا هنا مانيش رايحه نديرها على الفرن، رايحه نديرها على مانيش حنديرها على الفرن، في الفرن راح نديرها بالشاليمو، يعني راح نحط هنا حتى ندير عمليه تعقيم البيض، لانه البيض فيه بكتيريا مثل اللحوم، عفوا ماشي بكتيريا، فيه ميكروبات مثل اللحوم. رايحين نخلص حتى نعقم البيض، يعني على حمام مائي هكذا، نحيه من على النار ونكمل حتى نتحصل على لا مورينغ. انا نروح نشوف لاكيش لانها راهي طابت، ريحتها راهي تشهي. هنا لاكيش نتاعنا راهي طابت وخدات تحميره، نكمل نطلع بياض البيض
حتى نعرفوا لا ميغانغ نتاعنا اذا وجدت. نشوفوا هنا كي نرفد الفوي هكذا نشوفوا انه هاد لا ميغانغ يعني وقفت هكذا نشوفوا انها ما طيحش. وايضا نديروا نفس التجربه هكذا نشوفوا هكذا انه لا ميغانغ ما طيحش. هذه هي انه لا ميغانغ تاعنا راهي واجده. نشوفوا نكملوا طريقتنا. نشوفوا رايحين ناخذوا الكريمه اللي كنت قلت حضرتها من قبل وحطيتها في الثلاجه. دائما هذه الكريمه ما نستعملهاش كي نديرها مباشره سخونه، رايحين نخليها ليله كامله احسن شيء. هذه هي الكريمه اللي نتحصلوا عليها، راح تكون بنينه وايضا تكون خفيفه. نشوفوا كيفاش تكون بعد ما تجمد، يعني تكون نتحصلوا على هذه الكريمه، كريمه رائعه وبنينه ونقدروا نستعملوها في عده حلويات، نقدروا نستعملوها في الكاتو، نقدروا نستعملوها في لي تارت، يعني ماشي غير في هذه، لانه في الاعداد المقبله ان شاء الله كي ندير لكم تحليه بالليمون نكون يعني نجيبوها واجده، لانه رانا شفنا طريقه تحضيرها. نشوفوا الطريقه اللي راح نستعملوها. هذه راح نعمرها بال طبعا نعمروها بالمغرفه مباشره، لكن هذيك لا ميغانغ نديروها حتى تعطينا شكل تزييني جميل. وشوفوا الطرق التزيينيه اللي راح نديروا بها. ناخذ كميه هنا، ناخذ طاس طبعا حتى تجيني حتى نسهلوا العمل. نحط فيه هكذا لانه هذه لابوش كبيره، نحط هكذا ونعمر هكذا داخل الطاس ونعمر لا ميغانغ. اذا كان عندكم وقت حطوا لا ميغانغ داخل الثلاجه تشد روحها شويه. انا طبعا كنتوا شفتوا معايا طريقه لي كل مره يعني حتى ما نعاودوش، كنتوا شفتوا معايا في الفلاكيش كيفاش لبسنا يعني ليمول. انا كنت لبست العجينه اللي كنا درناها حطيناها في الثلاجه، كنت لبستها في هاد ليمول اللي هما صغار، وكنت لبست في هادوما الكبار، يعني كنت درت لو فونساج في هادوما وتحصلت على عجينه يعني نفس الطريقه اللي كنت درت بها لي كيش. يعني نحلوا العجينه نحطوها بنفس الطريقه، نضغط في الاطراف والحين تحصلوا على هاد لي تارت اللي كنت حضرتهم من قبل. وطبعا حطيت ثقبتهم بالفرشيطه، وايضا حطيت لهم في الوسط حطيت لهم حجر تاع البحر حتى يتحمروا لي هكذا، يعني يعطوني لون وايضا ما يطلعوليش في الوسط. انا هنا اخترت شكلين او حجمين عفوا، انا هنا اخترت هذا الحجم الكبير اللي نقدروا نقدموه في يومياتنا، واخترت هذا الحجم الصغير اللي باش نقدموه طبعا كي يكونوا عندنا ضيوف او اي مناسبات نقدروا نحطوا هذاك الحجم الصغير. نحطوا ناخذ هكذا كريمه الليمون، نعمر هاد لي طارت هكذا، يعني ما نديرش كميه كبيره لانه اذا دخلناهم الفرن رايحين يخرجوا لنا شويه، احسن شيء نخليهم هكذا يعني يكونوا ماشي معمرين بزاف هكذا، يعني تكون بنينه ويحبوها. خصوصا انه معروف عن الليمون انه مسهل للهضم. ناخذ لا ميغانغ ونبدا هنا راح نحط هكذا خطوط.
هكذا نحاول باش يكون فيه تناسق. بعد ما رايحه نحرق هاد لا مورين يعني حيكون عندها شكل جميل. هنا نبدل نستعمل هذه الكبيره نحطو هكذا دي غوزاس من الفوق، نقدروا نحطو فقط هكذا في الوسط حتى تبان لي بلي تارتو سيترون، لكن الا كنتو تحبوا كميه كبيره من لا مورينغ تقدروا تعمروا هكذا، يعني كما راكم تشاهدوا هنا نعمروا هكذا لا مورينغ. نشوفوا الطريقه اللي رايحين نحرقها بها. ناخذ شاليمون، نتوما في بيوتكم طبعا الا ما عندكمش هذه الادوات تقدروا تحطوها في الفرن. راح نشوفوا هنا نحرقها فقط هكذا، هي طريقه سهله وما تديش وقت طبعا. وايضا الى حبيتوا ديروها يعني قطعه واحده كبيره تقدروا ديروها قطعه واحده كبيره، فيما بعد انا راني محضره واحده كبيره فيما بعد راح نشوفوها معايا في الاخير. نشوفوا الطريقه اللي وعدتكم بها. رايحه ناخذ لا مورينغ نفرغها من لابوش، نشوفوا الطريقه هي سهله. ناخذ مغرفة كبيرة ومغرفة صغيرة، نشد هكذا نلبس هكذا لا مورينغ من الفوق بهذه الطريقة. فيه اللي يستعمل الأصابع في هذه الطريقة، أنا نفضل نستعمل هكذا المغرفة راح تعطيني هكذا شكل يعني مختلف، يكون شكل جميل. أنا نحبه كثير هذا الشكل، نستعمله في كثير من الطرطات وحتى في ليغاتو. هكذا نشد هكذا ونشوف ونتحصلوا هكذا على هذا الشكل. انا راح ندخلها للفرن يعني من الفوق هكذا لتكون بهذا الشكل. نشوفوا الدجاج نتاعنا، تعرفوا انه مادام فيه سائل طبعا هذا السائل نقدروا فيما بعد نستعملوه في اطباق اخرى. ناخذ طوماطيش، وكنت من قبل خليت الطوماطيش خليت لها هاد التوابل مجموعه من التوابل هكذا. فيها طبعا ملح، فيها مجموعة من التوابل، نفرغ من الفوق طبعا بعد ما تبدأ تاخذ تحميرة هكذا. نشوفوا طبعا على حساب الكمية نحطوا هكذا، يعني هاد الخطوة نديرها يعني كيبقى للدجاج نتاعنا يعني وقت قصير باش يطيب، يعني ما يكونش بقالوش وقت طويل. ناخذ زوج حبات طوماطيش اللي راح نديرهم، نقطع هكذا، ناخذ فقط الدوائر اللي تكون في الوسط اللي تكون شابه يعني باش تعطيني شكل شباب، وما نحيلهاش الزريعه لانه هاد القلب هو اللي راح يعطيني ايضا شكل. احسن شيء ما نفرغش هاد القلب. راح ندير لهم الملح هكذا، نحط فقط قيس الطوماطيش باش تجيني بنينه، نحط ملح هكذا حتى فقط قيس الطوماطيش راح تعطيني شكل جميل. نحط فقط كميه صغيره
من الفلفل الكحل وكميه صغيره من الفلفل الابيض فقط من اجل الذوق. ندخلها نعاود نرجعها للفرن ونخلي حتى تدبل هذيك الطوماطيش اللي من الفوق، يعني بمجرد ما راح تدبل راح نحيها، يعني ما تديش وقت طويل. هذه الاطباق اللي كنت اخترتها لكم لينا اليوم. عندنا اخترت لكم كيش بالجمبري، واخترت لكم ايضا دجاج محشي، وايضا اخترت لكم تحليه بالليمون. هذه الكيفيات كلها حين تلقاوها في سلسله اطباق وتدابير اختصاص كيش دجاج، وايضا في اختصاص تحليه. تلقاو العدد المقبل، الى اللقاء.